السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، إلى الدرس الجديد الذي من خلاله سنتعلم طريقة إضافة زر المتابعة في مكان إضافة صديق على حسابنا الفيسبوك. أول خطوة، يعني قبل ما تفعل أي شيء، اذهب إلى بلاي ستور وقم بتحميل التحديث الأخير للفيسبوك أو الميساجور الأخير الخاص بالفيسبوك الأزرق الخاص بك. ثم ماذا تفعل؟ نذهب إلى الفيسبوك ونقوم بالضغط على الصورة الخاصة بنا وندخل إلى البروفيل كما تشاهد الآن. لو نشاهد أن حسابي على الفيسبوك هنالك إضافة، سوف تشاهد أنك سوف لو نشاهد ونضع في الرؤية كما الآن تلاحظ، عرض كما يظهر للآخرين، إضافة صديق ومراسلة بهذه الطريقة كما تشاهد. يعني في مكان إضافة صديق ونضع متابعة، كل ما فقط هو أن ماذا نفعل؟ أن نقوم بالضغط على 3 نقاط الموجودة هنا. والآن ماذا نفعل؟ نقوم بالضغط على تشغيل الوضع الاحترافي، يعني بعد وضعك للتحديث الأخير سوف تلاحظ هذا الخيار، ثم نضغط على تشغيل بهذه الطريقة وهكذا سوف نلاحظ. والآن كما تلاحظ قال لي أن الوضع الاحترافي قام بنجاح. لو نضغط على رؤية الملف الشخصي، عرض كما يظهر للآخرين، والآن كما تلاحظ يظهر المتابعون الخاص بي والذين أتابعهم بهذه الطريقة. وهكذا نتخلص من زر إضافة صديق إلى المتابعة، وسوف يكون لك بروفايل احترافي ب شكل رائع جدا. وسوف أقوم ب شرح باقي في درس لاحق بحول الله على طريقة الربح من الفيسبوك بهذا التحديث الأخير. و سوف تلاحظ أنه يمكنك الربح من خلال الفيسبوك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ومشاركة باقي أصدقائك لتعم الفائدة. كان معكم الأدمن بدر الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.